دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها تعامد الشمس على قدس أقداس معبد هيبس بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أشهر المعابد الأثرية هناك والوحيد المتبقي من العصر الصاوي الفارسي والبطلمي هناك، وتم اليوم بعد شروق الشمس الساعة 6:40 بالتوقيت المحلي لمدينة الخارجة، واستمر حوالي 10 دقائق. النهاردة وفقاً لما حددته وزارة الأوقاف المصرية هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف المراد توصيله لجمهور المسجد من خلال هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد للبعد التام والاجتناب التام للطلاق وكل ما يؤدي إليه من أسباب، وأيضاً من خلال التأكيد على مكانة الزواج وقيمته السامية العالية وبيان فائدة وصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ. مع ضرب نماذج من صور بديعة للحياة الزوجية الكريمة اللي أعلت من قدر ذلك الميثاق الغليظ وتقديس التراث المصري الأصيل للزواج ومسؤولية الزوجين والأهل عن استقراره، وإنه من دلائل حكمة الميثاق الغليظ رعاية الود والتجمل بالإنصاف مع ضرورة التحذير من خراب البيوت اللي هو مقصد الشيطان الأعظم. النهاردة بيترقب عشاء الكرة المصرية مباراة المنتخب الوطني الأول أمام الرأس الأخضر أو كاب فيردي اللي هيستضيفها استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 10 ليلاً بتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة بالمغرب العام المقبل.